لم تخطئ جبهة نساء رائدات وتجمع النساء في البرلمان في حملة الترشح الجماعي التي تقدمت منها 33 امرأة بترشحهن للانتخابات النيابية الموعودة مع اكتمال ظهور بدرها. فأحوال المرأة اللبنانية بحاجة إلى حراك خاص. وسنعمل جاهدات وبجدية على مناصرة قضايا المرأة بالتنسيق مع كافة الأحزاب وكافة الطوائف. ماذا سيكون إذن أول اقتراح قانون ستقدمه المرشحات في حال وطئنا أرض المجلس؟ يعني لا في كهرباء، لا في مي، لا في طرقات، أدنى الأمور أن يشعر المواطن اللبناني بإنسانيته. بدون هيدي الخدمات اللي واجبة على الدولة تقديمها لا يشعر المواطن بمواطنيته. محاسبة نائب أو محاكمته في حال غيابه عن المجلس النيابي أو فصله عن المجلس النيابي. بدنا نبلش أول شيء من الأساس، لازم يكون في تغيير للقوانين، للقوانين الانتخابي اهم شيء. هلا نحن عم نترشح رغم انه مش راضيين. نحن اكيد نائب لحاله ما بيقدر يطرح برنامج سياسي بديل عن كل المشاكل بالوطن، بس كل وحده منا بتقدر تطرح برنامج بيكمل بعضه لنجدد العقد الاجتماعي. اول شيء قانون انتخابي عصري بيضمن عداله التمثيل لجميع المواطنين اللبنانيين، اقرار سلسله الرتب والرواتب واعطاء كل اللبنانيين الحد الادنى من العيش الكريم. انا عندي مشروع سياسي بديل وبينقذ لبنان، بدي اوصله واستعمل كل الطرق القانونيه الديمقراطيه والسلميه المتاحه امامي عن طريق الرئاسه النيابه. تكريس مبدا المحاسبه بمجلس النواب بدايه، قبل ما اقول مشاريع كثير كبيره، يكون في متابعه من قبل تثقيف للشعب اللبناني كرمال يبقى عم بيتابع هالمجلس النيابي وهالجيل الجديد يعرف شو عم بيصير بقلب مجلس او مع النواب اللي عم بيمثلين. انت اليوم على القليل المفروض يكون في احترام للدستور وللقوانين، يعني قصه هيدي التمديد كل مره المفروض يصير في تداول للسلطه. مشاريع متنوعه تغطي مختلف العناوين السياسيه في البلاد باستثناء عنوان وحيد قد يكون مهما، مع تخطي حالات العنف الاسري 300 حاله سنويا. ملف وحيد غائب عن مشاريع السيدات ويتعلق بحقوق المرأة وتحصينها بالتشريعات اللازمة. جد غصن، قناة الجديد.